عادة تلوين البيض هي عادة قديمة تعود إلى أيام الفرس، وهي ترمز إلى حياة جديدة وبداية عام جديد. وقد بدأت مع الزردشتيين أتباع الفيلسوف زردشت، وهو ذو أصول فارسية عاش معظم حياته في بيرسيبوليس. وإذا زرتم هذه المدينة فلا بد أن تلاحظوا منحوتات لأشخاص يحملون البيض الملون والمزين احتفالا ببداية العام مع بداية فصل الربيع. وقد امتدت هذه العادة خلال 2500 سنة، وانتقلت فيما بعد إلى عيد الفصح عند المسيحيين. أما اليوم فقد أراد هذا الشاب واسمه إبراهيم أن يحيي عيد الحب أو فالنتين بالطريقة نفسها. هذا بيض النعام، هو بيض مزبوط، يعني بيض حقيقي. بنجيب البيضة نفختها بالمقدح، بس لأنه فيها سميكة كتير مثل السيراميك، منفضيها ونرجع ناخدها ونشتغل عليها. كيف بلشت معكم الفكرة؟ صراحة نحن كل سنة بالفالنتاين بعيد الأم بهيك أشياء بيصير علينا كتير ضغط بقصص البورتريات والكاليغرافي والتخطيط، مثل ما كنت عم تحكي التابلويات يعني بشكل عام. بقى فكرنا نحن شوي ناخد شوي نظر العالم على محل تاني، على أشياء ممكن تكون سلبي أكتر وبنفس الوقت بتعيش، يعني ما بتفنى. بتعرفي دايما تابلو بنط ولد صغير عليه، هيدا هلا يمكن هيدا تكون كمان تنكسر، بس إذا إنسان حافظ عليها كتير حلو قيمتها خاصة بعدين، إنه هيدي شغلة جبناها نحن وصغار أو نحن وشباب وضلت معنا لقدام، فكتير حلو يحافظوا عليها. هون بدنا ننطر بس كم دقيقة لحتى لا ينشف. مثل عنا هون بهيدي الصورة عنا هون الاسمين، عنا هون التاريخ اللي هو موحد بين الكل، وعنا كوتيشن تشرح عنا خاصة بالرسمة الموجودة عنا تاني ميل نحن، يعني love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination. بهيدي السامبل بالضبط. بتاني سامبل عنا كمان زيت الخبرية، كيف لما انسان يكون حاطط حبه بمحل معين ويضيعه في اشياء بتنزاد بقى، فاشتغلناه كاركتر عادي. ولكن هيدي فالنتينا، هيدي فالنتينا لانه انت بنت كتبت عليها تاني ميل دارين اند كاتشي، اوكي. وحطيت لك كوتيشن هون. دارين شاهين، قناة الجديد.